محمد فراس معي. محمد الله يساعدك. محمد انطيني اعطيني الموقف كاملا كيف وضع البرلمان. هو مفترض اليوم الساعة 12 ظهرا تفتتح الجلسة. انطيني وصلوا النواب، بدأوا النواب يتواجدون في البرلمان، ما هي الأجواء خلف الكواليس عندكم؟ نعم نعم، نحن الآن منذ الساعة 9:30 صباحا أتينا قبل أن حتى موعد قدوم النواب لمعرفة ما إن كان هنالك حضور للنواب، خصوصا أن هنالك لربما ستكون مقاطعة كبيرة من الكتل السياسية ذات الثقل داخل مجلس النواب. إلى الآن لم يحضر عدد كبير من النواب، عدد قليل جدا حضر إلى مجلس النواب، لا يحقق نصاب قانوني لعقد الجلسة قبل أن يحقق نصاب ثلثين، ما يعني أن هنالك احتمالية بعيدة جدا لعقد الجلسة، هنالك احتمالية كبيرة لرفع الجلسة إلى يوم آخر من أجل توافقات سياسية. قبل أيام أعلنت الكتلة الصدرية مقاطعتها لمجلس النواب وإيقاف التفاوضات مع الكتل السياسية. وفقط محمد، فقط منهاج البرلمان اليوم ما هو منهاج البرلمان اليوم؟ جدول أعمال الجلسة اليوم المفروض لم أسمع السؤال بوضوح. المفروض جلسة أعمال جدول أعمال مجلس النواب. نعم، جدول عمل مجلس النواب حدد من قبل رئاس المجلس على أن يكون اليوم 7 من شباط الساعة 12 صباحا. تضمن مادتين في هذا الجدول، الأولى هي أداء اليمين الدستوري للنواب غير المؤدين لليمين في الجلسة الأولى لمجلس النواب، عددهم 4 نواب إلى الآن لم يؤدوا اليمين الدستوري. والمادة الأخرى هي التصويت على رئيس أو انتخاب رئيس الجمهورية العراقي الجديد بثلثي أعضاء مجلس النواب. المحكمة الاتحادية فسرت المادة 70 من الدستور العراقي والتي أفادت بأن التصويت على رئيس الجمهورية يكون بثلثي أعضاء مجلس النواب. ثلثي أعضاء مجلس النواب اليوم مقاطعين للجلسة، فبالتالي ستكون هنالك احتمالية كبيرة أيضا لتأجيل الجلسة. لا يوجد بوادر انعقاد الجلسة إلى الآن، عدد النواب قليل جدا. كم عدد النواب الحاضرين لحد الآن كبيرة حسب ما جدا والمقاطعة كبيرة يعني جدا؟ يعني كم عدد النواب الحاضرين لحد هذه اللحظة؟ لا يتجاوز عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين إلى غاية هذه الساعة 30 نائب. يعني احنا الآن الساعة 11:30 نائب، الساعة 11:30 بتوقيت نعم. بغداد، يعني بعد نعم لوبي البرلمان خالي، لا يوجد فيه أي نائب. كافتيريا البرلمان التي عادة ما تكون في هكذا جلسات وفي هذا التوقيت تحديدا قبل دقائق من انعقاد الجلسة يكون ممتلئ بالنواب، لكن إلى غاية الآن لا لوبي البرلمان فيه نواب ولا كافتيريا البرلمان أيضا هي خالية تماما من حضور النواب. حتى مقرات الكتل السياسية داخل أجنحة وأروقة مجلس النواب هي خالية من النواب، خالية تماما من حضورها. رسائل وملامح لصورة باتت واضحة بتأجيل الجلسة إلى وقت آخر بسبب عدم التوافقات السياسية بين الكتل. رئاسة المجلس ستكون حاضرة لربما فقط لتأجيل الجلسة. المقاطعة كانت ببيانات رسمية من كتل سياسية كبيرة لها ثقلها في مجلس النواب، بالتالي النظام الداخلي أيضا لمجلس النواب يجيز فقط تأجيل نصف ساعة واحدة لاكتمال النصاب، وفي حال لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة إلى يوم آخر. طب محمد، يعني أنت قلت أربع نواب ما زالوا لم يؤدوا اليمين الدستوري، يعني اكو احتمال يحضرون فقط يؤدون اليمين ويطلعون له شلون؟ يعني اريد نفهم هاي النقطه، يعني دول مصيرهم ايضا سيؤجل له كيف نصاب عقد الجلسه يتجاوز ال 160 نائب، يعني 160 نائب يجب ان يتواجدوا داخل المجلس حتى يحققوا نصاب لانعقاد جلسه اعتياديه بعيده عن موضوع يعني التصويت على رئيس الجمهوريه او غيرها من التصويتات الأخرى. أتحدث عن جلسة اعتيادية، جلسات الاعتيادية يكون النصاب فوق 160 نائب، تعقد الجلسة الاعتيادية تمرر
على سبيل المثال إن كان هنالك مادة قانونية مغايرة لاختيار رئيس الجمهورية كما هي في المادة الأولى التصويت على أو الأداء من الدستور لأعضاء مجلس النواب، وإن كانت هنالك تشريعات قانونية من المفترض أن يتحقق النصاب في بادئ الأمر ومن ثم المضي بالتشريعات والتصويت على التشريعات أو أداء من الدستور. بالتالي عدد الحضور لا يبشر حتى بانعقاد جلسة نيابية اعتيادية، بالتالي لربما لن يمرر أي مادة موجودة داخل جدول أعمال اليوم، لا الأداء من الدستوري ولا حتى التصويت على رئيس انتخاب رئيس الجمهورية العراقي الجديد. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر محمد فراس مراسلنا في البرلمان العراقي، كنت معنا. سنتواصل معك أيضا تباعا محمد، تكون معنا أول بأول. إذا بحسب ما أخبرنا مراسلنا في البرلمان محمد فراس، الآن الساعة 11:24 دقيقة بتوقيت بغداد، الجلسة المفروض تصير الساعة 12 منتصف النهار اليوم، يعني 35 دقيقة، ولحد الآن بحدود 30 فقط ذهبوا إلى البرلمان، وما يعني أن الجلسة لن تعقد بحسب ما ذكر أيضا مراسلنا بأن النصاب القانوني لعقد أي جلسة يجب أن يكون بحدود 160 نائب.